عبر الهاتف معنا أيضا سيد سلمان الجوعانة، رئيس قسم الصحافة السياسية في نقابة الصحفيين الكويتية. برحيل فقيد الكويت الكبير، لا شك بأن الأمتين العربية والإسلامية أيضا فقدت قائدا حكيما. كيف ننظر إلى هذا الدور البارز للأمير الراحل في دعم الاستقرار في المنطقة سيد سلمان؟ طبعا بداية نشكركم على إتاحة الفرصة لتقديم التعزية بالكبير والدنا وأميرنا صاحب السمو رحمه الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. نعزي أنفسنا والشعب الكويتي والقيادة السياسية والأمتين العربية والإسلامية بهذا الراحل الكبير. طبعا نحن كسياسيين ننظر في مراحل الذين كتبوا سيرة عطرة وسجلوا رسالة سياسية وأدبية وأخلاقية، ورسالة الوالد لأبنائه من أبناء شعبه والأمة الإسلامية جميعا، نسجل بعض اللحظات التاريخية الكبيرة. ودونت أنا أمانة وكتبت مقالة بعنوان وصايا أميرية خالدة بصاحب السمو رحمه الله، ومن باب الوفاء بأن نذكر أهم المحطات السياسية التاريخية في هذه المرحلة التي كانت في حكم صاحب السمو أمير البلاد، كانت قصيرة في مدتها لثلاث سنوات تقريبا، والكبيرة في رسالتها السياسية والكبيرة في مواقفها، والتي تركت أثرا كبيرا على الأمتين العربية والإسلامية. طبعا أحد أهم الوصايا الأميرية الخالدة بالنسبة لنا، ونستذكر المواقف السياسية والخطابات الأميرية الموجهة للشعب الكويتي خاصة في المرحلة السابقة، والخطابات التي سجلت في أذهاننا كمواطنين وكأبناء لهذا الأمير والراحل الكبير. نستذكر أمانة الوصايا والرسائل التي وجهها في خطابات سامية، وأحد أبرز هذه الوصايا عندما وجه رسالته قائلا لأبنائه عبر رسالة مصورة على التلفزيون الرسمي لدولة الكويت في أحد الانتخابات البرلمانية، عندما قال رحمه الله: أعينوني على حسن الاختيار. أثبت بهذه الرسالة بأن دور المواطن مهم للقيادة السياسية بداية، وبأن أمير دولة الكويت تحديدا وشعبه والحالة السياسية التي يعيشها مع مواطنيه في تحديد مسار الوطن ورسم خارطة الطريق، تثبت لنا بأن لا مسافة ولا حواجز بين الحاكم والمحكوم في دولة الكويت، وأنه يحرص على دور المواطن في بناء بلده. وأيضا عندما أوصى سمو ولي العهد آنذاك قائلا: نحن أتينا لنبني ولم نأتي لنهدم، وأهم شيء نساعد المواطن، وهدفنا كان الإصلاح في النظام والعهد الجديد. ووصيتي أوصلها لإخوانك مجلس أعضاء مجلس الأمة الكويتي أيضا ليعينوك في بناء دولة الكويت. وأيضا أحد الوصايا الأميرية الخالدة في أحد اللقاءات عندما سئل في أحد البرامج، عندما قيل له: من يعنيه رضاك ومن تريد أن يرضى عنك؟ فقال: الله سبحانه وتعالى والناس. وهذه وصية درس لكل حاكم وقيادي وصاحب نفوذ في سلطة، بأن الحكم زائل ولا يدوم إلا الله سبحانه وتعالى. بالفعل، جزيل الشكر لك سيد سلمان جوعانة، رئيس قسم الصحافة السياسية في نقابة الصحفيين الكويتية. شكرا على هذه الكلمات، وشكرا على التعازي، ونعزيكم ونعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل.